إن علو الهمة تعشقه النفوس الكريمة الأبية الصادقة القوية، وتهفو إليه تلك الفطر السليمة والفطر القويمة. إن علو الهمة أيها الأحبة من الأسس الأخلاقية الفاضلة، وإليه يرجع مجموعة الظواهر الخلقية التي ينبغي للإنسان أن يكون متمشياً معها، مترفعاً عن صغائر الأمور وعن دناياها. إن المرأة خلقه الله عز وجل وأخرجه من بطن أمه جاهلاً لا يعلم، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. لكن الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان وعلمه ولم يتركه على جهله، كما قال سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الإنسان كرمه الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا الإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، وتعلو قيمة هذا الإنسان كلما كانت همته عالية، وبقدر همته تكون قيمته. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فالإنسان حيث يضع نفسه، إن وضعت نفسك أعلى كنت أعلى، وإن وضعت نفسك في الأسفل كنت في المكان الذي وضعتها فيه. والناس يختلفون باختلاف قدراتهم ومعطياتهم وأفكارهم ومواهبهم وإحساسهم وشعورهم، فلذلك يختلفون. فتجد من الناس رجل يشعر أن فيه كفاية وأن فيه قدرة لعظائم الأمور، فهذا الإنسان يجعل هذه العظائم هي همة نفسه، فهو رجل همته عظيمة. وتجد رجلا آخر فيه كفاية ولكنه يبخس نفسه ويقول: أنا لا أصلح لهذا المكان، ولا يمكن أن أكون في هذا الموضع. فهو يبخس نفسه ويهضمها، يجعل همته تتدنى، وإن كانت في الأصل قادرة إلى أن تصل إلى القمة، وهذا في الحقيقة صغير الهمة. ورجل آخر هو لا يكفي لعظائم الأمور ولا يستطيعها ولم يخلق لمثلها، فيجعل همته وسعيه على قدر استطاعته. هذا رجل بصير بنفسه، متواضع مع سيرته. نعم، لا يجمل بك أن تضع نفسك في مكان لا تستطيعه، فإن ربنا عز وجل الذي قال: فاتقوا الله ما استطعتم، هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الآية، أي قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، مفسرة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهناك رجل رابع لا يكفي لعظائم الأمور ولكنه يتظاهر بأنه قوي وأنه قادر وأنه يحمل أثقال الأمور، وهذا فخور بنفسه، لكن ليس له غطاء وليس له رصيد من الحقيقة، فهذا سرعان ما يتكشف. فيا أخي، أريد أن أخلص من هذا التصنيف إلى أن أقول لك كلمة جامعة: كن أنت فقط ولا تكن غيرك، عامل نفسك بما تعرفه أنت من نفسك، لا تكن ذا نفس علية أبية عظيمة ثم تبخس هذه النفس حقها وتجعلها في الصفوف المتأخرة. وكذلك يمكن هذا يقال إذا كنت تعرف أن نفسك ضعيفة ولا تتحمل، فلا تجعلها في الصفوف المتقدمة، فإنه سرعان ما يتكشف الغطاء. هذا نقوله على مستوى الأفراد، ونقوله أيضاً على مستوى الجماعات،
وعلى المستوى الرفيع. فالمسلم العاقل لا يخط بالرمل ولا يكتب بالماء ولا يجاهد في غير عدو، ينظر الأمور بعين الحقائق لا بالصور الكاذبة ولا بالمكبرات، إنما يعاين هذه الأمور على حقيقتها ويتعامل مع الحق والحقيقة.